مرحبا بكم استراحه حاله. اكيد سمعتينا واحنا قاعدين داخلين بحوارات بين اصرف او ما تصرف. هلا يمكن جينا قلنا انه احسن حل التوازن. صباح الخير. شو رايك بالتوازن وقد ايه مهم؟ صباح الرضا، صباح السعاده والتغيير. طبعا سمعت حواركم شيق على اصرف واستنى، لا صمت. فبالنسبه لي يعني الواحد اول شيء مش ضامن الفتره الزمنيه بده يعيش فيها، فما فيك تقسمي الموضوع لا بصرف لما اصير 17، لما بصرف لما اصير 12 او فيعني انا مع المقوله تبع اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. فانت مالك ضامنه ابدا يعني بعد عمر طويل للجميع. طبعا للمشاهدين احنا ما لنا ضامنين الحياه، يعني كم حنعيش كم حنصرف. فلذلك هو التوازن هو المقياس اللي كلياتنا بنعيش عليه. يعني دائما تعطي لنفسك حق ولجسدك حق ولعقلك حق ولحياتك الشخصيه والمهنيه حق، تكوني متوازنه بكل شيء. ويمكن مر عليكم عجله الحياه، حدا سمع عن شيء اسمه عجله الحياه؟ طبعا اعتقد بيكون فيها مثلا الزواج، الاصدقاء، الصحه، وبنعطيها سكيل من 1 لـ10 ولازم تكون متوازنه. تمام. هلا مو شرط توصلي 10 لتصير متوازنه، ممكن انت تكوني كلها 5 مثلا، 5 5 5. بدك تتخيلي انه حياتك مثل مركبه وعندك عجله الحياه. لو هي مالها متوازنه وحتمشي اكيد حتوقعي بمطبات، حتكون المسيره صعبه، حتتعرضي لصعوبات وعراقيل. في حال كانت متوازنه بالثمان جوانب، لو قلنا جانب النفسي العقلي الاجتماعي الاسري المهني، كمان زي اجتماعي حكينا، المهني الصحي الصحه، فانت حتكون عندك توازن. فانت حترسميها. انا يعني بنصح اي حدا يرسم عجله حياته. هلا عجله حياتك ممكن كل فتره تعيدي رسمها، لانك انت حاليا بالوضع الراهن عندك تصورات تختلف بعد فتره. مثلا بتفوتي مجال عمل ثاني بصير عندك تصورات اخرى، بتحسي انه لا هذا الجانب اللي لازم وازنه. لا قناعات كمان بتختلف، قناعات تختلف، تصورات تختلف، الاهداف احيانا بتختلف. وانا مع انك تحطي هدف، ومثلا كثير ناس بحطوا اهداف بحياتهم بيمشوا فيها بعدين ما بتتحقق. هذا الشيء ما بيعني انه انت اخترتي الهدف الصح، ممكن يكون انت بهالفتره كان صح. صح، يعني الواحد يكون عنده بلان بي، الواحد يقدر يعني صار لك شيء ثاني تبدلين على طول. زين الحين انت قاعد تكلمين عن التوازن، هو اكثر هو يكون لايف ستايل للشخص لازم يصدقه او انه يمشي عليه او ما يصدقه يكون طبعاً. شيء طبيعي يعني. لا التوازن هو ضروري لكل انسان، نحن شايفين انه نحن بالحياه اصلا يعني الحياه متوازنه، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا بكون متوازن، يعني عندنا مثلا الخير عندنا الشر، صح؟ عندنا الموت عندنا الحياه، عندنا الليل عندنا النهار، ما في شيء ابدا غير ما له ضد. هذا الضد ليه موجود بالحياه؟ موجود لحتى يعمل توازن. ونحن بالطاقه الكونيه لازم يكون عندنا توازن. وحتى نحن لما بنعمل تدريب او استشارات وبنكون عم نحكي على التوازن، دائما في اشخاص اللي بيروحوا كثير اكستريم، يعني بتعلقوا بشيء معين او شيء فبيطلعوا عن التوازن الطبيعي، فبتجيهم دائما صدمه او تشوك او اي شيء ينبههم انه غلط لحتى يرجعوا للتوازن. يعني لاحظي لو بالحياه العاديه صار معك مثلا بدك تحققي هدف معين، او مثلا تعلقتي. هلا بالنسبه للصبايا مثلا احيانا بتقول لك هذا تبع جذب الشريك وبتلاقي تعلقت كل حياتها بهذا الرجل، فجاه ما بتوصل يمكن هيك على بعد ميل كله بيروح هباء منثورا. شو السبب؟ السبب انه هي تعلقت زياده عن اللزوم، طلعت من التوازن اللي هي فيها، فاجاها شيء اشاره تنبهها انه ترجع للتوازن تبعتها الطبيعي. بس يمكن صعب انه نحن نفصل بين هذا الموضوع بالتحديد، خصوصا الاشخاص اللي عندهم العاطفه زايده كثير عن حدها، كيف ممكن مثلا نعلمهم ممارسات او اشياء لازم يعملوها لحتى يفصلوا بين العاطفه والعقل؟ هلا انا بصراحه مع انه نسمع صوت قلبنا الداخلي، وهذا الموضوع اللي كنت حابه كثير شدد عليه، انه كثير من الاشخاص بهذا الظروف الحاليه بالضغوطات حياه بالوضع العام هالحروب، خلوا الانسان بشكل عام ينفصل عن صوت قلبه.
هلا نحن بننفصل عن صوت قلبنا في اسباب. اول شيء عندك السبب التربيه المجتمعيه اللي تربيناها دائما، انه لا اسالي الاكبر منك، استشيري، لا تتدخلي اذا كانوا الكبار عم يحكوا، بتلاقيهم مثلا انه للصغار لا ما بصير تحكي، لا تتدخل، بيختاروا لنا لاطفالهم مثلا شو يلبسوا، شو ياكلوا، شو يحكوا، شو يعملوا. هذا الشيء بيخلي الطفل ينفصل او بشكل عام عن صوت قلبه، فدائما بيسمع للاصوات الخارجيه. تمام، مع تقدم العمر بصير بياخذ اي نصيحه من الخارج، يعني اي شيء بيقول له اي راي حدا خارج الموضوع بياخده منه، بالمقابل هو بينفصل عن صوته الداخلي، ما بصير عنده يعني دقه ولا شخصيه انه يختار القرار الصح اللي بيقول له عليه قلبه. هلا انا شو بدنا احنا الان، شو هدفنا من الموضوع؟ نكون محققين معادله اللي هي جسد سليم، عقل ذكي، وقلب حكيم. يعني من كلامك الأهمية تكمن عند العائلة هي نفسها، الواحد يبدأ من العائلة هي نفسها، نعطي الفرص حق الصغار مثلا عشان نعلمهم إذا كبروا ما يأخذون نصائح أو يأخذون الأشياء الموزونة من خارج المنزل أو من خارج أشخاص ثانيين رح يأثر عليهم هذا الشيء. طبعا هذا الشيء بينعكس، لاحظوا مثلا الأحداث أو أي شيء عم يمر حوالينا، ليش الجيل إن مثلا ممكن يسمع أي حدا أو يعني تاخذيه انت لاتجاه معين؟ لانه هو ما عنده صوت داخلي بيقول له لا هذا صح وهذا غلط، نتعلم يسمع من الخارج. فنحن الامهات وال يعني بتوجه لكل الامهات والاباء، اتعلموا من فضلكم امتى يعني تدربوا اولادكم على مهارات اتخاذ القرار بالتدريج، يعني انت انسحب من حياه ابنك بالتدريج. بالتدريج يعني علمه انه يسمع صوته الداخلي، يشوف الصح من الغلط، ما يستنى حدا يدله هذا صح وهذا غلط، لانه انت مالك واثقه بالمرشد الخارجي اللي حيدلك. وانا ما يعني مع انه ننفصل، ما نسال حدا او نستشير، طبعا ما خاب من نستشير، يعني كلياتنا نستشير، بس نعرف مين نستشير وامتى نستشير ومتى نتوقف عن السؤال. يعني مو دائما، احيانا لازم تعدي مع قلبك وتسمعي صوت قلبك وتشوفي شو بيقول لك. والله سبحانه وتعالى يعني من اول بالايات الكريمه قالنا لهم قلوب يعقلون بها، وربطوا في حتى دراسات بتقول لك انه العقل هو مو موضعه الدماغ، العقل هو موضعه القلب. الدماغ بياخذ اوامره حتى من العقل بالقلب، لانه لاحظي حتى في دراسه ما بعرف اذا في وقت تحكي عنها، عملوا دراسه انه جابوا اشخاص بهي منظمة القلب العالمية، حطوا أشخاص وعرضوا عليهم صور بدون تدريج، يعني أنت ما بتتوقع هلا بدها تطلع لك صورة مريحة أو صورة مزعجة. الصور المريحة يعني بتكون طبيعة، أطفال، ضحك، يعني صور بيرتاح لها الإنسان. وضعوا صور مخيفة، يعني مثلا حروب، بكاء، هالأشياء، بدون ما تتوقعي انت الصوره الوارده، ووضعوا مجسات على العقل والقلب، وكانوا يرصدوا مين بتاثر اول او مين بتنبأ بالصوره اول. وجدوا بعد يعني متابعه طويله انه الانسان قادر انك انت تشعري بقلبك بالصوره انه هلا حتظهر صوره غير مريحه قبل حتى ما تشوفها عينك ولا حتى يلقطها العقل. وهذا الشيء اثبت قل الله سبحانه وتعالى لهم قلوب يعقلون بها، او لما عندما يقول لهم يعني على قلوبهم اقفال. هذا كله شيء بيدلك انه انت لازم تتواصلي مع قلبك وتسمعي قلبك شو بيقول، بس هي بدها مهاره. يعني انا قلبي دليلي، يعني يمكن كمان دائما الواحد قلبه دليله. وبقول لك دائما اكيد مهند دائما بحس بهذا الموضوع، بقول والله انا قلبي كان قابضني. تمام، كنت حاسس. تمام، هذه المهاره يعني بالتدريب وانك دائما تتواصلي بتصير عندك يعني طبيعيه. هي بالاول انت بتعمليها متقصده انك تسمعي قلبك، يعني ممكن تستفتي قلبك، يعني في عده ممارسات يعني ممكن نذكرها كيف بنتواصل مع القلب. بس ما بتحسي ضعف ببعض اللحظات؟ هلا في شيء ناس بيقولوا لك مثلا لا تركدي ورا قلبك، قلبك بياخذك على، او مثلا الحب اعمى، او انا ما عم بحكي او خيبات الامل تصيبك. انا ما بدي تتبعي صوت القلب بس بالحب، انا عم بحكي بالحياه بشكل عام. نحن نسمع قلبنا مثلا في قرارات، طبعا العقل هو بيسيطر، مثل مشروع، مثل عمليه بدك تعملي مثلا نسبه النجاح، تعملي دراسه جدوى، ارقام، هي ادوات العقل. بس في ادوات للقلب كمان انك تتعلمي كيف تستخدميها.
مثل انه انا بسمع قلبي دائما بتواصل معه، بعلي الروحانيات عندي، بكون عندي احساس من الداخل بيقول لي هذا صح وهذا غلط. فاللي انا بروح مع 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 احساس قلبي بنفس الوقت بقنع عقلي فيه. وحتى لو قسمتي انواع الاشخاص يعني انماط الناس بالنسبه للعقل والقلب حتلاقي عندك اربع انماط، يعني اذا بتحبوا نذكرهم. انا عندي بس سؤال ملح جدا علي واكيد وعلى اللي بيسمعونا كمان. اتكلمنا عن التوازن، اتكلمنا على كل شيء ايجابي وحلو. انا دايما بحب اخد العكس، الخلل بقى عكس التوازن، الخلل او الافراط في شيء ما حتى يتم عدم التوازن. ازاي ده انا اعالجه اذا عندي المشكله دي على صعيد على كل الاصعده، العمل، الحب، العائله، الصحه، كل حاجه، ازاي ابدا؟ لما تخرجي عن التوازن لازم كل فتره تعدي مع نفسك، ما نحن حكينا ممكن عجلة الحياه كل فتره ترجعي ترسميها وتشوفي وين اين الخلل، كيف الخلل. يعني مثلا انا انسان هلا الانماط الاشخاص عندك العقلاني عفوا العقلاني، العقلاني هو الشخص اللي ما بيفكر غير بعقله ودائما عنده يعني كل شيء بالقلم والمسطره. بس انت لما تجي تفكري بقرارات تانية مثل قرار حب، قرار زواج، انفصال، فرع معين بدك تدرسي، تربيه الابناء، حتى بالامور البسيطه، قرارات بسيطه، روح وما روح، سافر لا ما سافر، هاي الامور ما فيك تحسبيها بالمسطره والقلم، ولا فيك تحسبيها بالارقام ونسبه نجاح ودراسه جدوى. فهون بيلعب انك تسمعي صوت قلبك. في عندك مثلا العقلاني، العقلاني هذا انسان محارب بضل بيجادلك لبكره وما عنده قضيه معينه بيجادل فيها، هو بيجادل الكل وبيعترض على الكل، وهذا الشخص مفيد بحياتنا. هن الاشخاص اللي بيوصلوا ل اختراعات بتساعدنا بالحياة، إن الأشخاص اللي عندهم كل شيء بالورقة والقلم. بس هذا النوع يعني شو بدي أقول لك، هو حمل ثقيل على نفسه، على نفسه وعلى المجتمع بالتالي. ففي عندك النوع الثاني اللي بيكون عقلاني روحاني مثل الأطباء، مثل المحامين. يعني أنا بدك تقنعي عقلي بعدين يطمئن قلبي لجواب، فأنا بوافق معك. هذا النوع جيد يعني بنقول، بس في الأحسن منه اللي بيكون هو روحاني عقلاني، يعني مثل المستشارين، المعلمين، الناس اللي بتتعامل مع الأشخاص، المرشدين. أنا أول برتاح بعدين بقنعك. في الناس بقى الشهوانيين، هذا رابع نوع من الأشخاص، هذا اللي بيلحق هوى النفس. وأنا هون بدي ارجع لنوار، يمكن سألت انا كيف ما بدي الحق قلبي لانه بوديني على الغلط. لما بتكوني حاسه انه انت عم تمشي بالطريق الغير صحيح، انت فعلا ما بتكوني لاحقه صوت قلبك، انت بتخيل لك انه هذا صوت القلب، هو بيكون هوى النفس. فنحن لازم نفرق بين صوت القلب وهوى النفس. هوى النفس هو اللي بيضل بيقول لك بالحاح بيجيكي انه انا لازم اخذ الفرصه اعملي سوي بالحاح، وصوته دائما عالي. اما صوت القلب هو بيجيك بهدوء تام، يعني بيقول لك ايه او لا بدون ما يزعجك، بهدوء، ما بيورجيك انه هي اخر فرصه. دائما بتفكري بصوت الوفره، انه لما انت تحسي انه لازم اخذ هذا الشخص معناتها هي هوى النفس، لانه ما في غيره، هذا هوى النفس. لما بيكون صوت القلب لا، بيكون هادي مريح، انت بتسمعيه يعني بطمانينه ايه او لا، بحيث انه مو هذا اخر واحد، ممكن في فرصه ثانيه. تركك على راحتك، تمام، يعطيكي رايه بس بنفس الوقت تركك على لا تمام. هو هون بيكوني انت متواصله يعني بشكل كبير مع قلبك حتى تقدري تسمعي. هذا بصير على فكره، بصير بالتدريب. يعني احنا بندرب اشخاص، ممكن ياخذ منك 20 يوم 21. انتم بتعرفوا انه اي عاده بدها 21 يوم لحتى نكتسبها او نلغيها، وهيك بين قوسين اقرب طريقه لتلغي اي عاده انك تاخذي عكسها، دائما خدي عكسها، فهو اسرع طريقه. وما تاخذي شغلتين مع بعض، دائما خدي شغله هاي بالبدايه، بعدين توصل بمرحله انه ممكن خمس شغلات، بس هذا الشيء بده تدريب وتطوير. اتصلي مع قلبك، غمضي عيونك، استفتي روح، يعني استفتي قلبك، استفتي قلبك، قلبك بخبرك لو كان الروحانيات عندك عالية. مثلا في صلاة الاستخارة، أنا كتير بشدد على صلاة الاستخارة، لأنه حتى بمقدمتها نحن بنطلع بنقول اللهم إني استخيرك بعلمك، إيه تمام، نحن بنطلع من علمنا المحدود إلى علم الله اللا محدود، حتى هذا. وممكن بعدين تنتظري صوت القلب شو بيدلك إيه أو لا. دكتورة باسمة نورتينا وشرفتينا، صباح الخير. وطرت من الشاء وايد،
كثير في لو توازننا الحمد لله تمتعنا ناخذ البريك ونرجع لكم ان شاء الله انا محتاجاها بعد البريك محتاجها شكرا خلاص